اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم خالاتي عالم ام مسك. اليوم ما كاين لا مطبخ لا والو، اول مره كنخرجوا بعد حجر صحي، بعد 4 شهور حجر صحي كنت كنخرج فيه هي، ولكن كنخرج غير للسوق ونجي، ما كنخرج ندور. اول مره كنخرج بنيتاتي. انتما اخواتي وبكم طنجه تبدلات بزاف بزاف. خذ هاد الجهه ديال المرقله، الناس اللي كيعرفوا طنجه، هاد جهه المرقله شو هنا، هنا هاد الجهه اللي الفوق كانت عباره عن غير ما كانش هاد الشيء الورد، ما كانت حتى شي حاجه، كانت هنا لتحت. هاد الجهه لتحت كانت، ولكن الفوق لا. شو ما شاء الله ها هما باقيين كيصلحوا فيها. هانتوما كما كتشاهدوا، يعني الاصلاحات خدامه على قدم وساق. شو على منظر هذا، وخليكم معايا انا غنمشي على طول الكورنيش ان شاء الله وغنوريكم. ما صراحه هادشي زوين بزاف. Thank you.
ما عندهمش باراسول، مساكن ما عطاهمش باراسول زعما. البحر حاوي يعني، يقول لك شي حد في طنجة كيعوم ما كاينش، ما كاينش نهائيا. ها انتما نحاول نقرب لكم الصورة. ها هو، ها هما المصطافين، ها هما المصطافين ديال طنجة. اخواتي غنخليكم مع هاد الصور الاخيره، هاد الجوله القصيره جدا اللي خرجنا بعد 4 شهور. كما قلت لكم الحجر الصحي، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، والى فلوق جديد او وصفه جديده ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك. وخليكم اخواتي مع الصور، واكيد كما العاده اللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من تعليق ومن لي لايك، واللي كيزور قناتي الاول مره ما ينساش يفعل الجرس. وللاشاره هذا البارك يلاه جديد، يلاه تصايب، راه زوين بزاف وراه غراتوي. جي هاد المرقله الناس ديال طنجه. كما قلت لكم شكرا لكم، واللي عجبو محتوى القناه ديالي اكيد ما ينساش يفعل الجرس ويشترك في القناه. وشكرا لكم اخواتي.